تبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سيداتي سادتي، أرسل إلينا بعض الغيارة من المؤمنين المسيحيين الأصيلين في الإيمان، أرسلوا إلينا بضعة وثائق على الشبكة العنقودية الإنترنت أو أيضا معروضات فيديو أو يوتيوب تهاجم الكنيسة وبالذات الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية، وتدعي أننا نبالغ في إكرام السيدة العذراء. طبعا هنالك اعتقاد شعبي غلط مغلوط أننا نعبد السيدة العذراء، وفي عبارة يجب إيضاحها، التعبد لسيدتنا مريم العذراء لا يعني العبادة، عشان هيك يفضل أن نتجنب لفظة التعبد وأن نضع مكانها كلمة إكرام السيدة العذراء، تهنئتنا للسيدة العذراء، تطويبنا للسيدة العذراء كما تنبأت منها السلام: ها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لوقا 1:48 وتابع. المشكلة أو إحدى المشاكل أن هؤلاء الذين ينتقدون ومعظمهم أمريكي ساكسوني غير مقتنعين على واقع الكنيسة، يقولون مثلا أن للسيد المسيح عندنا فقط عيدين، الميلاد والقيامة، أما للسيدة العذراء حسب رأيهم فعندنا العديد من الأعياد، أكثر من 10 أعياد، وعلى ذمتهم الكنيسة بالذات الكاثوليكية تكرس السيدة العذراء ملاقل عن 200 إلى 280 يوما في السنة، وهذا كلام غلط، بديش أقول كلام فارغ، لا يعرف المرء من أين أخذوه. على كل حال الكنيسة تكرم السيدة العذراء وتهنئها، ولما أقول الكنيسة هنا أشير إلى الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية. الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية تقول بغير جدال ولا شك ولا التباس أن السيد المسيح هو المخلص الوحيد وهو الوسيط الوحيد، في اليوناني مسيتس، بين الله والناس، كما ورد في تيموثاوس الأولى فصل 2 آية 3 وتابع، يعني أي أن المسيح هو الوحيد الذي يجمع بين الطبيعتين الإلهية والإنسانية، فباستطاعته بهذا الاتحاد اللاهوتي أن يكون وسيطا بين الطبيعتين، كما ورد ذكر الطبيعتين بشكل واضح في كولوسي 2:9، في المسيح يحل أن يسكن كل ملء اللاهوت جسديا، كاتيكي بانتو بليروما تيستيوتيتوس تيستيوتيتوس سوماتيكوس، سوماتيكوس يعني جسديا. الآن في شأن السيدة العذراء، على فكرة السيد المسيح مش بس عنا عيدين له، بل كل يوم أحد هو عيد قيامة سيدنا يسوع المسيح الأسبوعي. وهنالك من يختلف في تاريخ عيد الفصح، كان في الزمانات في الكنيسة اختلاف على تاريخ الفصح، هل نعيده بعد 14 من نيسان العبري زي ما كان يعمل 24 اللي قاومهم البابا فيكتور وكان أصله من شمال أفريقيا، أو نعيد في يوم ثاني اللي هو الأحد الأول بعد بدر الربيع كما أقر في مجمع قيصرية غير المسكوني ومجمع نيقيا المسكوني سنة 325، ولكن هذا هو الاحتفال السنوي بعيد قيامة سيدنا يسوع المسيح. إحنا كل يوم أحد، كل يوم شمس، كما قال القديس يوستينوس في دفاعه أمام إمبراطور أنتونينوس بيوس رقم 67،
كل يوم شمس نجتمع حول الكاهن، كل يوم شمس ساندي، كل يوم أحد هو العيد الأسبوعي لقيامة سيدنا يسوع المسيح له المجد من بين الأموات. في عنا طبعا كمان أعياد كثيرة للسيد المسيح، نذكر منها طبعا عيد التجلي السيدي في 6 آب، 6 زائد 13 يعني بيطلع 19 آب، عن عيد اسم يسوع، عيد ختان السيد المسيح في اليوم الثامن بعد عيد الميلاد، عندنا طبعا الغطاس، الغطاس يعني اللي هو عيد ظهور الرب إبيفانيا، وظهور الرب يعني لا علماء الشرق، ظهور الرب في معموديته على يد يوحنا المعمدان، وظهور الرب أيضا في عرس قانا الجليل. إذا كل هاي الأعياد وأعياد أخرى كثيرة طبعا نرافق السيد المسيح كل يوم جمعة، كل يوم جمعة نذكر آلام سيدنا يسوع المسيح، جمعة الآلام، جمعة الآلام بالضبط أسبوع الآلام، خميس جمعة سبت أحد آخر هاي أيام نتبع سيد المسيح إذا جاز التعبير خطوة خطوة. قبلها في الصوم الأربعيني، الصوم الأربعيني مرتب 40 يوم كما صام السيد المسيح له المجد 40 يوما و40 ليلة. طبعا عندنا كمان عيد صعود الرب يوم الخميس الواقع اليوم 40 بعد القيامة السيدية المجيدة، عندنا عيد العنصرة، العنصرة اللي هو نزول روح الله روح المسيح على السيدة العذراء والرسل الأطهار والتلاميذ الأبرار. إذن كل هذا مع أعياد أخرى الآن. إذن طبعا عندنا حسب الكنائس بعدين عندنا عيد جراحات السيد المسيح، عندنا كل يوم جمعة في الطقس اللاتيني نقوم بدرب الصليب يعني طريق الألام في 14 مرحلة، كل هاي لإكرام من السيد المسيح. وكل صلواتنا زي ما قال السيد له المجد، كل ما تسألونني إياه باسمي تنالونه، يوحنا 14 حسب ما بذكر. خلينا نشوف، وأعتقد أنه هاي الآية جماعة أمريكية طبعا غير مسيحية ولكنها تدعي المسيحية حرفتها، كل ما تسألونه باسمي تنالونه. لا، في أعتقد كلمة مي يعني كل ما تسألونني إياه باسمي، كل ما تسألونني، لحظة عبين ما نلاقي المرجع. إذن أيانتي، إذن بالضبط أيانتي أفتيسي تيمي، كل ما تسألونني أفتيسي تيمي أنتو أونوماتي مو باسمي إغو أنا أعمل إغو بويسو، عفوا على ضعف النظر، إغو بيسو أنا سأعمل. إذن شو عندنا بالنسبة لأعياد للسيدة مريم العذراء؟ عندنا عيد ميلادها، عندنا عيد رقادها، ناخذ الطرفين. في الكنيسة الكاثوليكية أيضا عندنا في 8 ديسمبر عيد حمل والدتها بها، حمل طبيعي مش حمل بطولي، حمل طبيعي، ولكن العقيدة أنه السيد المسيح حفظ والدته وهي يعني منذ لحظة حمل أمها بها حفظها من الخطيئة الأصلية. نعرف أنه في الكنيسة الشرقية هنا في المشرق يعتقدون نفس العقيدة، ولكن مش منذ لحظة حمل والدتها بها، والدتها حنة، بل منذ لحظة حملها هي منها السلام للسيد المسيح.
إذا حبينا نوضح من هاي الأمور وأن نسأل أنفسنا سؤالا، لماذا كل هذه السلبية نحو سيدتنا مريم العذراء؟ لماذا هذا الهجوم لدرجة أنه بقول لك أحيانا أنه الظهورات ممكن أنه تظهر العذراء ولكن ما بتكونش العذراء حاشا وكلا، بل بيكون الشيطان. طب حط حالك للحظة بدون مؤاخذة مكان المسيح، هل تسمح للشيطان بأن يتخذ صورة والدتك؟ مش معقول. إذا نشوفوا لحد وين يصل الكره، الاستهانة، النفور نحو سيدتنا مريم العذراء التي أكرمها السيد المسيح أعظم إكرام كما نقرأ في الإنجيل المقدس، إنجيل لوقا فصل 1 آية 51 وتابع: نزل يسوع الفتى معهما إلى الناصرة أي مع مريم ويوسف وكان خاضعا لهما، وكان خاضعا لهما. وأول معجزة على فكرة أقامها إكراما لوالدته دائمة البتولية سيدتنا مريم العذراء. في عنا كمان نسيت أحكي بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية اللي بتهموها أنها تبالغ في إكرام سيدتنا مريم العذراء وكأنها تقلل من قدر المسيح. عنا عيد جسد الرب، عنا عيد قلب يسوع الأقدس، طبعا كل هاي أعياد منسميها، عنا عيد يسوع الملك، هذا كل هذا الأحد الأخير من السنة الليتورجية، وزي ما قلنا كل يوم أحد عيد للسيد المسيح. هذا حبيت أوضحه. وفي عنا أمور ثانية حلو إذا بسمح وقتكم أوضحها كمان، بقول لك الـ 666 هذا رمز لبابا الفاتيكان، لأنه إذا جمعنا باللاتيني فيكاريوس فيلي داي يعني نائب ابن الله تطلع 666. ما هو لازم نرجع إلى السياق اللي كتب فيه بإلهام من الله وحي منه تعالى سفر الرؤيا. مش ممكن يكون يتكلم عن واقع من أيامنا. سفر الرؤيا كتب إمتى؟ وقت اضطهاد المسيحيين. إذا كان يستخدم لغة يعني مفردات التي لا يستطيع غير المسيحي أن يفهمها. ليش؟ حتى يحمي المسيحيين. إذا 666 هو تلميح إلى شخصية أو إلى مجموعة معادية للمسيح، معادية للمسيحية. مين بدها تكون؟ إذا أخذنا الأحرف العبرية، القيمة العددية الأحرف العبرية، قيصر نيرون، قيصر نيرون اللي هو أول من اضطهد المسيحيين بناء على توصيات من زوجته الثانية، هي زوجته الثانية كانت تتعاطف مع اليهودية، سبينة أعتقد اسمها. إذا أخذنا مجموعة هالكلمتين قيصر نيرون بيطلع 666. غلط نقول إنه فيكاريوس فيلي داي هاي بتاعت 666 ملهاش ولا أي معنى في إطار سفر الرؤيا. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا ليس لقبا رسميا، هذا لقب من تأليف وتلحين أعداء الكنيسة. لقب قداسة البابا الحبر الأعظم الروماني هو سيرفوس سيرفوروم داي، اللقب اللي أخذه البابا العظيم غريغوريوس الكبير، سيرفوس سيرفوروم داي، خادم خدام الله، خادم خدام الله، هذا هو اللقب الرسمي اللي أخذه وقت ما البطريرك بطريرك القسطنطينية يوحنا الصوام سمى نفسه، أعطى نفسه لقب البطريرك المسكوني، وكأنه بطرك الأرض كلها. الحبر الأعظم الروماني أعطى نفسه لقب التواضع، هذا خادم خدام الله، خادم خدام الرب. طبعا في كثير أمور يعني حلو أنه نرد عليها في وقت آخر، وشكرا لإصغائكم.